هاي 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 الروينة نايدة في المغرب ابتي عليك ما ويلي ويلي القادقة ديرة بوم ماكين على القنبول المغرب مقلوب سفاعل عليه القيامة نايدة الحيحة نايدة شي فرقع في الرمانة شي كيجمع في جلوفك كل واحد هو سيري يدير بتيك حليقمه والله العظيم الا شي غادي نقول لك راه مشكله ساف المغرب مرول 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 واحد الدرجه ما تتصوريش ويلي الدنيا مقلوبه واو 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 ترى خرج واحد الفيلم في السينما يلاه غادي يتجار ان شاء الله يلاه سيري كيروجوا ليه حق مول انا الا رجونها في المغرب قبل ما يبدا. وفيلم واش من فيلم طرا في المغرب وانتوما في اخبارك والو. هادشي علاش كنقول لك ابتي كاع حلي قمر خاصك تولي تتبع هادشي. السلام عليكم الاخوان، بخير كلشي مزيان هانيين غير بلاتي 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 يا الاخوان تفاهموا باش ما نغلطوش مع بعضياتنا. انا هنا ما جيتش باش ندافع على الفيلم وما جيتش باش نكون ضد الفيلم، غير باش نكونوا واضحين. شفتوا نتوما داك الاشهار ديال الفيلم الاخوان ياك؟ اللي شافوه يخليها ليا في الكومونتير. وقبل ما تدوي اتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم، باش نكونوا متفقين ياك ولا لا؟ ما يجيش افهم ودوي افهم ويقول لا، خاص بنادم يعرف اش يقول على فمو. باش نكونوا فاهمين مزيان. الله يرحمك الوالدين. كلكم شفتوا داك البون دانونس ياك ديال الفيلم الاخوان؟ هذاك 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 العفي الرمداني الرمداني ماشي ممثل والعفي واحد اللقطه بعد. المهم عدو الحق يلعب ما عدوش الحق هذا موضوع واحد اخر، ولكن ما غاديش نناقشوه في هذه الحلقه هذه. ولكن يا الاخوان غير باش نتفاهموا غير باش نتكلموا، درك الفيلم فيه غير واحد شي العيبات اللي شفت انا اللي تفرجت كيف ما تفرجت حتى نتوما، وسيرتو كتقول راه تيهين الاسلام وكيهين وكيدير وكيفعل ودا غير. وانا انا كيبان لي الراي ديالي خليت يخرج هذا الفيلم نتفرجوا فيه في السينما نشوفه من الاول حتى الاخر عاد ممكن نعطيو الراي ديالنا، حيت اي واحد من حقه يعطي الراي ديالو. كلنا عندنا الحق في الرأي، ولكن الرأي نعطيه بالأدب وبالأخلاق. صافي شتي، لكن داك الفيلم خاصو يوقف مثلا كيف ما كتقولوا نتوما، خاصو يوقف الدولة اللي خاصها توقفو ياك. اي حنا ممكن نقدر نحتجوا عليه الا بان لينا ما ماشي تلينا، ولكن ما عندناش الحق نعايروا ونسبوا الناس اللي خدامه فيه، حيت شفت شي حوايج ما كاين عا السب ما كاين عا من السمطه ولتحت. ولا ماشي هادشي هذا ولا لا، لا حشوم، حنا راه خصنا نكونوا متخلقين جوج هويا ياك ولا لا؟ اذا انا بغيتو الراي ديالي في هاد الفيلم غادي نقول لكم الراي ديالي، ولكن ماشي درك، لا تا نتفرج في الفيلم عاد نقول الراي ديالي. ايوا هذا هو اللي كاين. ايوا السلام عليكم. وشفت الناس كامله محيحه وعاطيه الفيلم نعسه، والناس راه ما تفرجت، الناس ما فهمت لا قسم حتى شي حاجه، دغيا حكمتو على الشيء. الا كان الفيلم كيهي الاسلام غا من هذا الفيديو هذا، راه كنقول لكم راه برافو عليكم، راكم تبارك الله وصل عندي، راكم كتلاحظوا مزيان والله الا الله يعطيكم الصحه وجا. غير هو انا ما من بعد نعطي الراي ديالي ان شاء الله، وقولوا لي انتم الراي ديالكم. الراي ديالكم راه تيهمني. اي على قبل هاد اللقطات اللي شفتو عطيني الراي ديالكم، كتبوا لي ناقشوا معنا، ولكن بالادب الله يرحم لكم الوالدين. الادب راه مزيان، الاخلاق راه مزيانه. بنادم الا بغى يتكلم ولا بغى يكومونتيري ليا يكومونتيري ليا بالاداب وبالاخلاق، ما يكونش ولد الزنقه، ما يبينش على المستوى ديالو، حيت الانسان اللي كيبدا يخسر في الهضره ولا اللي كيبان ضعيف بالنسبه ليا انا كيكون ما فيدوش ما عدوش المعرفه. اكبر سلاح في هذا العالم هو القوه هي المعرفه. باش نكونوا متفقين الاخوان، اذا اللي غيناقش معايا وقادر على المعرفه وعدو يعني نقولوا عنده واحد الباجاج، يعني السيد عامر ومتمكن، من حقه يدخل لي المعمعه ويناقش عندي في الكومنتيرات. الا كنتي غتناقشها انك تسب وتعاير وتشتم، غادي نقول لك حتى بلي حتى انسان ضعيف شخصيه وغير مثقف، لهذا انك ما قادرش تعبر على الراي ديالك بواحد الاطار فيه نوع من الثقافه وفيه نوع من خاصك تكون ذكي. هاي لما كان في يدك شو ما كنتيش تعرف تناقش،
وغادي تبدا تعاير، غنعرف راه المستوى ديالك زيرو، ومن هنا كنعرف الكوسالة اللي كانوا كيقراو واللي ما عندهمش، اللي ما عندهمش شواهد واللي كانوا كوسالة ما يعرفوش يقراو. غير كيبان ليا في الكومونتير ملي كنظل نقرا في الكومونتير، كيبان ليا الانسان المثقف. اه كيبان ليا الانسان المثقف، وكيبان ليا الانسان المكلخ. الانسان المكلخ اللي كيبان ليا هو هذاك الشخص اللي كيسب وعاير، هذاك مكلخ، هذاك مسكين ما قاريش ما واعيش ما عرف حتى شي حاجه. هادشي علاش هو عنده في عقله غير السبان، ما عندوش العلم، ما عندوش الثقافه، ما يعرفش يدير النقد، لان ما قاريش. ها آه، واللي عارفين ينقدوا واللي عارفين يتكلموا راه كنشوف الكومونتيرات ديالهم من داك الشرفيع كينتقد، سواء كان الراي ديالو مخالف ليك او كان الراي ديالو من جهتك انت. مهم راه مثقف، هذا هو اللي كاين. حنا نختلفوا مع بعضياتنا راه ضروري خاصنا نختلفوا، اما ما يمكنناش نكونوا متفقين مع بعضياتنا. حنا راه كنا ما خاصش يعجبنا كل شيء. بيني وبينكم، واش حنا كاملين كيعجبنا الكسكسو؟ واش حنا كاملين كتعجبنا الرفيسه؟ لا، هذا كتعجبو الرفيسه، هذا كيعجبو كسكسو، هذا ما يحملش كسكسو، وهذا ما كيبغيش الرفيسه. واحد كيبغي التقليه، واحد ما كيبغيهاش. الاذواق كتختلف، ولكن باش نجيو نقولوا لا هذه ما مزياناش، هذه ما مزياناش، هذه ما عندناش الحق. الاذواق كتختلف، هادشي اللي بغيت نقول لكم. شي هادشي كينطبق على حتى الاعمال الفنيه اللي كتمر. راه ما يمكنش لينا نعيشوا في هاد الحياه بدون فن. الشيء اللي كيقول اننا نحيدوا الفن ونحيدوا السينما ونحيدوا المسرح ونحيدوا التمثيل والسياسيات والحياه، اوكي كذب على راسه. اذا اللي بغينا نحيدوا هادشي كامل، علاش ما طرح السؤال قول خاصني نحيد انا اش كندير في الدنيا؟ اشنا هي الاضافه اللي كندير؟ ومن بعد حتى هي مثلا موظف خدام كتشد الفلوس كتاكل كتنعس ومن بعد ها؟ وماشي دير الحياه، لا الحياه شي حاجه اخرى، وماشي الحياه هو انك دير الفن، لا ما كنقولش هذا الشيء. ولكن خاص الانسان يعرف لي ليه ولي ماشي عليه. الانسان عنده الحق يمارس الفن، عنده الحق يمارس الدين، يمارس الاسلام، يمارس التجاره، يمارس السياسه. حنا في واحد البلد اللي متحرر ومتفتح، خاصنا دائما نحترموا الافكار ديال بعضياتنا ونحترموا الاختلافات ديال بعضياتنا. الا كنت مختلف معاك في داك الموضوع اللي كدير ولا داك الشيء اللي كدير، خاصني نختلف معاك، ولكن يبقى بيناتنا الادب والصواب، حيت حنا ماشي اعداء، حنا ماشي مطايفين على الورد، مطايفين على الفلوس. لا 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 لا، حنا كنبقاو في الاخر اتفقنا مرحبا رحنا خوت، ما اتفقناش رحنا ماشي ما رحنا خوت، وحنا فروقين عادي. آه الناس اللي مزوجين وفروقين وتفرقوا، عاد حنا عاد باش حنايا اللي غادي نتلاقاو في موضوع نتفقوا عليه، ما نتفقوش عليه وفي الاخر نكونوا اعداء. هذه عقليه رجعيه، هذه عقليه فيها شي شويه ديال الحقد وفيها شي شويه ديال المرض النفسي. يعني كيعيشوا مجموعه ديال الاخوان ومجموعه ديال الناس، خصوصا دوك الناس اللي كيبداو يسبوا في الكومونتيرات حيت المستوى ديالهم ضعيف. الله 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 يشافيهم، هادشي اللي نقدر نقولو. والله يشافهم، راه داك تخسر الهضره اللي بنادم كيبدا يعير، راه تا هو مرضى الاخوان، راه اللي عقله نقي راه يخرج غا غا التمر ما يخرجش الزمر. وانا نقولها لكم الاخوان والله العظيم. اه واللي مازال ما تابوناش عندي في هذه القناه يتابونا ويقدم ليا اشتراك، يعني لابوني ويدير ليا لايك وعطيونا الراي ديالكم في الكومونتيرات. ومرحبا بكم، وكنشكركم بزاف، وتحياتي لكم كاملين. وان شاء الله ملي يخرج الفيلم السينمائي في القاعات السينمائيه غنتفرج وغنعطي الراي ديالي في اطار الاحترام طبعا، ودوزوا بخير.